هاي أنت بايدن، سوناك، ماكرون، وأنت أيضا يا شولتز، أريدكم أن تنظروا إلى هذا الشيء. تأملوه جيدا وتخيلوا ما يمكنه أن يفعل. هذه هداياي التي قد أبعثها لكم، لقد ضقت ذرعا من فظاظتكم، خسرت الكثير من جنودي في أوكرانيا بسببكم، ولن أسمح بخسارة المزيد من قواتي. وقد أعذر من أنذر. نعم يا سادة، هذه رسالة بوتين لم تخرج من فمه وهو على مكتبه، بل فعل وعمل من قواته في الميدان. 3000 عسكري و300 قطعة من المعدات العسكرية، قوام انطلاق عملية اختبار متكاملة في تشكيل أومسك الصاروخي، تتزامن مع تدريبات للقيادة والأركان في تشكيل نوفوسيبيرسك المجهز بصواريخ RS-24 المتنقلة. ولأن الغرب يراقب كل حركة تفعلها روسيا، خرجت وزارة الدفاع الروسية لترجمة الرسالة، وأكدت أن هذه التدريبات تجري وفقا لخطة الإعداد والتدريب لهذا العام، وستنفذ قوات الصواريخ الاستراتيجية تدريبات في مجال التمويه والتصدي لوسائل الاستطلاع الجوي الحديثة، بالتعاون مع تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية المركزية والقوات الجوية الروسية. ليس هذا وحسب، بل هناك شيء آخر، ألا وهو اهتمام القوات الروسية بشكل خاص باستخدام طائرات بدون طيار من مختلف الفئات والأنواع. ما الذي يحضر له الدب الروسي؟ دعوكم من هذا، هل تعرفون ماذا يعني وجود صواريخ RS-24 في هذه التدريبات؟ المعنى هذه المرة ليس في بطن الشاعر، بل في بطن بوتين، هي رسالة عابرة للقارات. فهذه الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب يمكنها اصطياد هدفها وإن كان على بعد 12000 كيلومتر بقوة تدميرية تعادل مليون طن. هذه رسالة خاصة لبريطانيا التي استفزت سيد الكرملين وتعهدت بإمداد زيلينسكي بقذائف اليورانيوم المنضب، ونسخة مع التحية لأمريكا ودول الناتو. لهيب الحرب، لا ترمي أوراقك دفعة واحدة، هذه القاعدة التي يلعب بها الروس مع الأوكران، ومع كل جولة في النزال لا بد من مفاجأة. وهذه المرة تظهر القوات الروسية من روحياتها القتالية التمساح من طراز K-52 في إحدى مناطق القتال أثناء مواجهتها للقوات الأوكرانية، وتكشف سرا من أسرار طياريها الذين حيروا الرادارات، فهم ينفذون طلعاتهم على ارتفاعات منخفضة جدا لتجنب رصدهم من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني. الروس لم يحصروا مفاجآتهم على أوكرانيا فقط، بل جعلوا منها نصيبا لخصمهم الأزلي. فبنشوة غامرة القوات الروسية تحرج الأمريكيين مرة أخرى، وتعلن عن تدميرها رادارين أمريكيين من طراز AN/TPQ-50 في مدينة أفدييفكا بمقاطعة دونيتسك. أما في باخموت فقد أقر طرفان بخسائر كبيرة لقواتهما، لكن كفة الميزان تبقى لصالح روسيا. ها هو طباخ بوتين يقولها صراحة، المعركة من أجل مدينة باخموت دمرت الجيش الأوكراني عمليا، لكنها أيضا ألحقت ضررا بالغا بقواتنا. وفي الوقت نفسه تعترف هيئة الأركان الأوكرانية في بيان بتحقيق القوات الروسية نجاحا جزئيا في باخموت. اعتراف الأوكرانيين جاء بعد أن فرض الروس سيطرتهم على المنطقة الصناعية في المدينة. اللعبة اقتربت من النهاية. هنا يخرج الرئيس الممثل ويقولها على مضض: أنا الخاسر الوحيد، الهزيمة في باخموت تعني نهايتي، سأكون عرضة لضغط المجتمع الدولي، وقد ينبذني الشعب الأوكراني، سأنحني للروس وأقبل التسوية. عن أي تسوية تتحدث يا زيلينسكي بعد خراب مالطا؟ وكأنه سمعني بالفعل، ها هو الرئيس الأوكراني يغير رأيه ويطالب بتسريع وتيرة إمداد قواته بعشرين بطارية من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، سبق وأن وعده بها حلفاؤه. يا رجل، لقد حيرت الأطباء النفسيين بهذا الانفصام. نحن في جوارك. هاي، لا تصدق العرب بأنك مارد أنه مجنون، أنت في أعيننا عصفور،
أيها العصفور، أمريكا ما زالت قوة عظمى. هذه آخر الرسائل الحديثة من واشنطن وسيول للشمشون الكوري. نعم، على مرمى حجر، أو بالأصح على مرمى صاروخ، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات إنزال برمائية كبيرة في إطار مناورات سانجيونغ التي تجرى لأول مرة منذ عام 2018 أمام أنظار المارد. 650 عسكرياً أمريكياً وكورياً و30 سفينة عسكرية وسفن هجومية برمائية و70 طائرة مقاتلة من طراز F-35 ومروحيات أباتشي وغيرها تحاكي تنفيذ هجوم عسكري. والمغزى واضح وبالجوار، تدريبات قسمت الشارع الكوري الجنوبي رغم تطويق المنطقة الساحلية لإجراء عمليات الإنزال المائية بعيدا عن أعين المدنيين. حضر الإعلام لينقل التدريبات، وحضر نشطاء كوريون بعضهم مع التدريبات والبعض الآخر غاضب منها، ورفعت لافتات تطالب القوات الأمريكية بمغادرة أراضي شبه الجزيرة الكورية التي قد تشهد حربا ضروسا في زمان ليس ببعيد. لا توقظ الدب الكوري وإن كان مكبلا. ها هو رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني الروسية إيغور كوروتشينكو يقولها بكل متعة: كوريا الشمالية حققت تقدما غير مسبوق في برنامجها الصاروخي النووي، وأصبحت قوة عسكرية رائدة في هذا المجال رغم كل العقوبات. من حقكم يا هؤلاء أن تتغزلوا بالمجنون أو بالمارد أو بالشمشون، صفه كما أردتم. الروس بحاجة لحليف نووي لا تروق له أمريكا. والسلام ختام.